تحية لكل الأسرى المحررين من كل السجون واللي بعدهم موجودين، الله يصبرهم ويقويهم، لأنه في كتير ناس عم تطالب بحقهم ومنا ناسية أنه هن لازم يكونوا مع عيالهم وبيننا. وبتصور يلي عم بيصير اليوم بالجهود من كل المعنيين، بتأكد أنه الشعب اللبناني كلياته إذا بده يبني دولته ما في يبنيها إلا ليحافظ على حقوق كل مواطن ومواطنة عنده. وهيدا الجرح يلي هو مفقودين الحرب أو المفقودين في السجون السورية، كلياتنا علينا واجب أخلاقي وإنساني إنه نردم هيدي الفجوة ونتأكد بإنه الأهل بيرجعوا بيجتمعوا وبيعرفوا الحقيقة، وهيدي الحقيقة على أساسها نقدر نبني مستقبل مشترك لكل الناس بلبنان. هيك منبني قضايا مشتركة وطنية، هيك منعرف إنه أي حدا منا بيصير له شيء في شعب بيوقف معهم، في مسؤولين بيوقفوا معهم. من هون أنا بدي طالب إنه هيدي العريضة تحديدا في عنا اللجنة الخارجية بمجلس النواب إنه تنطرح ويكون في موقف رسمي من اللجنة بتبني هذا الاقتراح، أو يصير النقاش بشكل واضح وصريح بين القوى السياسية بالمجلس النيابي على هذا الملف. نحن مش بس من خارج المؤسسات، نحن من داخلها. والزميل اللي واقع ذكر وزير الخارجية اللبناني يلي عليه يكون عم بيطالب بأي مواطن لبناني أينما كان. واليوم في القرار والهيئة يلي تشكلت هي السابقة، هي أول هيئة من نوعها بتتشكل عالميا، ونحن هيدا بيعطينا فرصة حقيقية وجدية لمعرفة مصير كل المفقودين في السجون السورية. وهيدا واجبنا جميعا نحن نتابع من خلال المؤسسات يلي هي لكل الناس، لأنه لما هالمؤسسات بتحمي وبتدافع عن كل مواطن لبناني بيصير في وطن وبيصير في شعب وبيصير في دولة بتحمينا جميعا. وأنا جيت تحديدا لأقول هيدا الموضوع ولأكد على أحقية هذا المطلب والواجب علينا جميعا مين ما كنا وشو ما صار وشو رأينا السياسي. أي مواطن لبناني معتقل خارج دولته نحن واجبنا كلنا نطالب فيه ونتأكد شو صار معهم، ونتأكد أنه أهاليهم بيكونوا سوا معهم وبيكونوا عندهم كامل الحقيقة بالتفاصيل. شكرا.